ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. والله إننا لنبرأ من ضلالات الحكام وانحرافاتهم ولا نؤيدهم في أي باطل من الأباطل أبدا. والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يقول يكون فيكم أمراء فيكثرون، من كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. فهل أحد منكم يرضى الآن بحكومة فلان ولا فلان ولا فلان التي مرقت على الإسلام؟ أحد يرضى هذه الانحرافات؟ ما أحد يرضاها. أم الكفر الديمقراطية، وهم ما شاء الله روح الإسلام عندهم. كم من الكفريات تنبثق من هذا المنهج الديمقراطية، وهم يطبلون الديمقراطية إرضاء للغرب وتحقيقا بأهداف الغرب. هم يروجون الآن بضاعة الغرب بلاد المسلمين. بارك الله فيكم.